يا هلا وسهلا، حياكم الله. طلعت لنا في الآونة الأخيرة وفي الفترة الأخيرة أصوات تنادي وتشجع وتحفز يمكن الجماهير على العزلة، وإن إنك تكون منعزل أفضل من مخالطة الناس، والناس ما منهم إلا الغثاء والمشاكل مدري مين. مثل هالتبني، مثل هالأقوال ومثل هالتوجهات ما هو بصحي، بالذات للناس اللي في مقتبل العمر، المراهقين، العشرينات، بداية الثلاثينات. هذه الفترة فترة تجميع، إذا صحت العبارة، تجميع أكبر قاعدة ممكن من الأصدقاء والعابرين والزملاء والأصحاب. فترة تجميع، فترة ذهبية للتجميع. مع تقدمك بالعمر ممكن أنت بنفسك تسوي فلترة ذاتية، تبدأ تفلتر وتشوف مين اللي يستحق إنه يكمل معاك، مين اللي ما يستحق. تبدأ تنسحب شوية شوية، وما يبقى لك في الأخير، ما يصفى لك إلا أشخاص معدودين على صابع. فأنا الرسالة اللي بوصلها إنه لا تغرنا مثل هالمنادات ومثل هالنداءات إنه العزلة أفضل لكم. لا لا يا جماعة، المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، ولا يؤلف الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: والمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. لكن أنت لو جاك أذى من الناس، أنت لك الخيار أنك تبدأ تفلتر من بدري بدري. لكن لا نرميها أو لا نعمم هالقاعدة أنه خلاص العزلة، الناس انضريت منهم، الناس أذوني. لا، الناس مو بكلهم سواسية، والخلطة مع الناس إيجابياتها أكثر من العزلة. وأنا أقول دائما العزلة الأنيقة حلوة، العزلة المستديمة لا، مذمومة. عزلة أنيقة اختيارية انتقائية، انتقائية مؤقتة ما فيها مشكلة. لكن لما تكون زي كذا خلاص الواحد يقرر ينعزل عن الناس، هنا تبدأ المشاكل تزيد. دمتم بخير وعافية.